بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتكم شريك العزيز في الوقت الجمال المصريه قاعده ابتدى فيه بالتوفيق لمنتخب غينيا بيساو المنتخب البوركيني امام منتخب مصر عشان نخلص من حقبه كابتن حسام حسن بدري الجمال المغربيه الثانيه قاعده كده بتدور على القادم مع وليد الركراكي. لا مؤاخذه يعني الناس كلها لابسه النظارات وقاعده قدام التلفزيون مركزه على الركراكي ومركزه على القادم مع وليد الركراكي هيبقى عامله ازاي. النهارده وليد الركراكي قرر ان هو يعلن قائمه المنتخب المغربي لمباراتي زامبيا والكونغو. هتقول لي استك كونغو الجماعه الرخمين دول؟ لا يا صاحبي دول الكونغو برازافيل بجد. ما في حاجات كده في افريقيا ما تفهمهاش. ايش غينيا على يعني غينيا بيساو على غينيا الاستوائيه وكونغو الديمقراطيه على كونغو برازافيل؟ ليله كبيره اهو في افريقيا صديقي العزيز. ومباراته امام المنتخب الزامبي، وطبعا بنتمنى المنتخب المغرب التوفيق وبنتمنى للجماهير ان هي تلاقي ضلتها في التوقف الدولي ده. صديقي العزيز في حراسه المرمى بالنسبة لوليد الركراكي قرر ان هو يستدعي ياسين بونو ومنير الخاوجي والمهدي بن عبيد. وطبعا يا صديقي هنا تحس ان في استقرار شوية بالنسبة لمركز حراسة المرمى. خط الدفاع اشرف حكيمي، محمد الشيبي، عبد القادر بكار، واشرف داري، نايف اكراد، غانم سايس، عودة حميدة للقائد غانم سايس للمنتخب المغربي من جديد، شاهد رياض، يحيى عطية الله، نصير مزراوي، وطبعا عودة حميدة ليحيى عطية الله ناحية الشمال. ونتمنى ان يحيى نوعا ما يكون اتطور شوية في الدوري البروسي. هتقول اتطور شوية ازاي؟ يعني لمؤاخذة ما بيتعامل معاملة محترف، ما هي معروفة لمؤاخذة انت لاعب محلي هتقعد دكة، انما لاعب محترف ممكن تاخد فرصة بشكل اساسي في منتخب المغرب حتى لو في الدوري الروسي برضه. بص يا صديقي مقبولة جدا خط الدفاع ده، يعني خط دفاع منتخب المغرب خط دفاع كلاسيك ما بيتغيرش كتير لمؤاخذه. انت جايب باكين يمين وباكين شمال، خلاص احنا صنفنا مزروع لان هو باك شمال، مزروع ويحيى، والناحيه الثانيه الشيبي وحكيمي، وفي العمق نايف ونايف ورومان سايس وشادي رياض واشرف داري. اربع لعيبه في العمق واربعه على الاطراف. عظمه. متفق جدا، شايف ان هي قائمه مقبوله جدا بخط الدفاع. خط النص يا صديقي العزيز بتتكلم على سفيان مرابط اللي اخيرا بدا ياخد ثقه اريك تين هاج، ومحدش عارف هو مكمل في مانشستر ولا مش مكمل، وهيفعله العقد بتاعه ولا هيرجعه لفورنتينا، ولكن سفيان مرابط بدا يرجع للفورمه بتاعته. واسامه العزوزي، بلال الخنوس، يعني بلال الخنوس افضل لاعب الفتره الاخيره في الدوري البلجيكي، افضل لاعب في فرقته وافضل لاعب افريقي في الدوري البلجيكي، نتمنى ان هو يكون عاد لمستواه. وابراهيم دياز، وهنا بقى سريكه قصه ابراهيم دياز لمؤاخذه، يعني كده تستنبط ان ابراهيم دياز خلاص يا معلم هيلعب سنه على العاب. معلش بقى موضوع ان ابراهيم دياز يلعب على الطرف ده، لا والله اركن الحاجات دي، احنا هنلعب راجل كصانع العاب. اسماعيل سبايري، ويلكم باك سبايري. فاكر انا اسماعيل سبايري لما راح الدوري السعودي الناس قالت لك خلاص لن يشم المنتخب مره اخرى، ولكن بصراحه الراجل بيقدم مستويات محترمه جدا مع فريقه في الدوري السعودي. تقريبا اسماعيل بيلعب في الدوري السعودي، مش عارف مع مين بصراحه، الواحد بدا ينسى حاجات في الدوري السعودي مع اني بقالي 3 اسابيع ما بغطيش الدوري السعودي، بس يعني مش من شهور. ولكن اسماعيل سبايري عاد للمنتخب المغربي من جديد. وكمان بتتكلم على اسامه ترغلين لاعب المنتخب الاولمبي، وامير تشالسون، وعز الدين اوناحي. صراحه من اكتر اللعيبه اللي انا معجب بيها جدا امير تشالسون، الولد ده ديفندر زي الكتاب ما بيقول. فانت بتتكلم على اتنين ديفندرات سواء هو او سفيان مرابط، اتنين ديفندرات سته زي ما الكتاب ما بيقول يا صديقي. وبرده العزوزي رائع. اما بالنسبه لخنوس وترغالين وابراهيم دياس فهم يقدروا ان هم يدوك اضافات كبيره. طبعا هتسالني فين اسماعيل سوايري؟ معلش دور بس على كابتن طارق السودالي هتلاقيه واخده معاه. ما هو لما مؤاخذه بدا يبقى في تنسيق ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول عشان هو بقى عندك داخلين على اولمبياد باريس. خط الهجوم حكيم زياش، الياس اخوماش، وايوب الكعبي. اتمنى ايوب الكعبي النار اللي بيطلعها ببقه في اليوروبا ليج يجي يطلعها قدام الكونغو برازافيل وزامبيا. ومعاه كمان يوسف النصيري وسفيان رحيمي، افضل لاعب في دوري ابطال اسيا وهداف دوري ابطال اسيا. رحيمي ترى والله بدنا هدف، بدنا وان جول في كل مباراه بس مع منتخب المغرب. يعني سفيان رحيمي بيقدم لك واحد من اعلى البريمات اللي ممكن تتفرج عليها للاعب كره قدم بيلعب في الدوري الاماراتي. صديقي العزيز رحيمي عنده برايم في الدوري عظيم، وعنده برايم في دوري ابطال اسيا رائع. فانت بتتكلم على موسم بالنسبه لرحيمي عظمه، اللي هو انت بتتفرج على الراجل ده في البرايم بتاعه حاجه الله اكبر عليه. موسم تألق كبير لسفيان رحيمي سواء على الصعيد المحلي مع العين في الدوري او على الصعيد الاسيوي. وكمان بتتكلم على
امين عدلي بطل الدوري الالماني, بطل الدوري الالماني المره الاولى في تاريخ باير ليفركوزن, والياس بن صغير. الياس بن صغير واحد من المواهب المهمه جدا, واحد من اللعيبه اللي يقدروا ان هم يشكلوا خطوره على الاطراف بالنسبه للمنتخب المغربي. يعني بصراحه على النبي تتفرج على خط هجوم مفروض ان هو ايه مرعب, لا ده خط هجوم مفروض بجد ان هو مرعب. انت بتتكلم على الكعبي مكسر الدنيا في اليورو, مكسر الدنيا في الكونفرنس ليج, وبتتكلم على النصيري الراجل عامل اداءات فرديه رائعه جدا مع تشيبيه, بتتكلم على سفيان رحيمي الله اكبر عليه زي ما قلت لك 16 جون في 13 ماتش, وبتتكلم على يمين عدلي مفروض ان هو واحد من اعمده تشابي الونسو, وبتتكلم كمان على حكيم زياش راجل لسه واخد الدوري التركي. فمفروض بقى ان الرجاله دي تجيلي بالصلاه على النبي تطلع نار من بقها. وطبعا في موهبه شابه زي الياس بن صغير, فانت بتتكلم لمؤاخذه على فريق مفروض ان هو ما يشكلش بالنسبه له ماتشين الكونغو ولا زامبيا اي خطوره. ولكن صديقي العزيز الجماهير قاعده تاني وثالث ورابع ومركزه, هنعمل ايه قدام المنتخب قدام منتخب الكونغو وقدام منتخب زامبيا؟ الجمهور عايز يشوف اداء وعايز يشوف نتائج. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وان هم يشوفوا نتائج ويشوفوا اداء, وبالمره يدعوا لنا للمنتخبات اللي هتلعب منتخب مصر بالتوفيق. هتقول لي انتم ما عندكمش وطنيه, لا والله احنا عايزين نخلص من حد بتاع شعارات جاي يكرهنا في المنتخب اكتر ما احنا عارفين منه, ما بين قوسين اسمه حسام حسن بجد راس افوكا زي وليد الاكراكي بالظبط, ما بعيد عنك كلها عماله تجيب مدربين قرع ما تعرفش ليه. قال لك تجربه بالماضي نجحت, بس بالماضي راعت منتخب الجزائر ما كان شقرة قبل كده. الركراكي جه مع منتخب المغرب الله اكبر عليه خد رابع العالم, بعد كده منتخب مصر قال لك طب ما في واحد حلو هناك اسمه حسام حسن نجيبه والجمهور عايزه, ولكن بعد شهرين ثلاثه الجمهور كرف منه. في كل الاحوال ادعوا لنا يا اخواننا بالفرج.